ده فيما يتعلق بملف الاصابات، لكن لو حابب نكمل بقى طبعا اخبار المران النهارده لانه كان مران مهمه. كابتن اسلام معايا؟ طبعا بنسمعك. تمام. النهارده طبعا كان المران بدون مستر بيتسو موسيماني. طب ايه اللي حصل قبل المران؟ كان في زي محاضره، المحاضره دي مستر بيتسو موسيماني حضرها عن طريق الفيديو كونفرنس، اتكلم مع اللعيبه، اتكلم على نقاط مهمه جدا جدا من وجهه نظره فيما يتعلق بفريق مونتيري. بالمناسبه الجهاز الفني تابع عدد كبير من اللقطات اللي الخاصه بفريق مونتيري، واخرها المباراه الاخيره لهذا الفريق في الدوري المكسيكي امام كروز ازول المكسيكي، واللي انتهى بالتعادل الايجابي 2-2، وكان مونتيري جابوا هدف في الدقائق الاخيره في المباراه. فتم التركيز على نقاط كتير جدا في هذه المباراه. هنا السؤال، الناس كلها بتقول طب ما هو في عناصر ممكن ما تلعبش من فريق مونتيري. الجهاز الفني عامل حساباته على كل حاجه، سواء العناصر دي لعبت ما لعبتش. هو فعلا يا امير، هل العناصر دي هتلعب ولا مش هتلعب؟ يعني الكلام اللي احنا سامعينه ان هم في خمسه هيبقوا مع منتخب المكسيك، وواحد مع منتخب اوروجواي، وواحد مع منتخب، هل الكلام ده صحيح ولا مش صحيح؟ يعني هل الثمان عناصر دول هيجوا طيب فعلا بعد يوم الخميس الفجر، ولا اساسا الكلام ده مش مظبوط؟ في اوريدي دلوقتي وانا بتكلم معاك في بتاع حوالي 3 لاعبين من فريق مونتيري اتحركوا في طريقهم لابو ظبي. هم في طريقهم لابو ظبي وخلال ساعات هيوصلوا، وفي 2 كمان هيتحركوا بكره عشان يوصلوا وينضموا لبعثه مونتيري. حته بقى ان هم يشاركوا او ما يشاركوش دي خاصه باجيري. اجيري اكيد هيشوف بقى ساعتها هل الناس دي يعني لائقه بدنيا ان هي تشارك، تقدر ان هي تلعب، خصوصا كان عندهم ماتشات مع مختلف المنتخبات لان هم عندهم عناصر من كوستاريكا. لا يعني انا اقصد ان انت هتلاعب فريق مونتيري وهو جاهز من المكسيك وهو كامل طبعًا. العدد طبعا بالظبط كامل العدد، كامل العدد كلهم هو يختار يلعبوا بقى وما يلعبوش. حته ان الدوليين بتاعت المدير الفني على هيبقى على حسب جاهزيتهم للعب، لكن هم موجودين هيجوا وهيوصلوا هينضموا لمعسكر هنا في ابو ظبي. فالناس بتحاول تقول ان هم يعني ناقصين، لا يعتبر مش ناقصين يعني. ده فيما يتعلق بفريق مونتيري. المهم النهارده طبعا كان في المحاضره اتكلم فيها مستر بيتسو موسيماني، بعديها على طول كان في المران كان هام للغايه لان كان في عدد من الجمل التكتيكيه، والمران طبعا كان تحت اشراف الكابتن اسامي قمصان المدرب العام للفريق، وبعض الجمل التكتيكيه اللي ركز عليها كابتن سامي قمصان، واكيد كان بالتنسيق طبعا مع مستر بيتسو موسيماني قبل المران. ويعني اقدر اقول لك ان بنسبه 90% اتضح التشكيل اللي هيلعب بيه النادي الاهلي اول مباراه امام مونتيري يوم السبت باذن الله 1/1. يعني مش عايز اخوض فيه قوي، لكن يعني لا مش عايزينك تخوض فيه خالص في بعض الامور. والاهم كان عند غنماتك يا بالظبط. الاهم بالنسبه لي ان كان في بعض التركيز على جمل تكتيكيه مهمه جدا. تمام. وكان في اصرار على محاوله تطبيقها في اجزاء برضو مهمه حصلت النهارده في المران. يعني ابرزها كان في كدمه قويه، مش قويه قوي يعني لقفشه، لكن قدر ان هو يكمل المران. كدمه قويه لمصطفى شوبير مع طاهر محمد طاهر، لكن الاثنين قدروا ان هم يكملوا المران، وده نتيجه الحماس الكبير. تمام. جدا اللي عندهم. تمام تمام. في سؤال اتفضل. لا لا خالص، انا يعني بشكرك جدا يا امير على وجودك معانا خلال هذه الفتره. ان شاء الله بكره بقى عندنا اليوم طويل جدا. اليوم العادي يعني بيكون امير. بشكرك يا امير، شكرا جزيلا صراحه. غطى وحطينا في الصوره كاملا بكل الاصابات بكل التحضيرات.